موجز لأهم وآخر الأخبار، فأهلا بكم. كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن زيارته إلى صنعاء بحثت تثبيت الهدنة في اليمن وسبل الوصول إلى حل سياسي مستدام. وقال السفير السعودي في تويتر أن الزيارة تأتي بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. وأكد الجابر أن المملكة وقفت حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية. رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء، معتبرا أن ذلك خطوة نحو تهدئة التوترات. وقال دوجاريك إن المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن استئناف العملية السياسية على أمل تجنب أي تصعيد، موضحا أن الأمم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعاء. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية. وجدد المجلس الانتقالي التأكيد على أن الجنوب لا يسعى للانفصال بل لاستعادة دولته المغتصبة كاملة السيادة، وهو هدف استراتيجي لشعب الجنوب ولن يتراجع عنه تحت أي ظرف، مشددا على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة. بحثت الحكومة مع الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي عددا من القضايا العامة والإنسانية في اليمن وبمقدمتها عملية الإنقاذ الآمن لخزان النفط صافر. وأكدت الحكومة التزامها بدعم كل الجهود وتقديم كل أو جميع التسهيلات اللازمة لتفادي الكارثة الوشيكة والمحتملة الناتجة عن التسرب النفطي من الخزان. ومن جانبه لفت المسؤول الأممي إلى أن التعهدات المعلنة للبدء في تنفيذ خطة الإنقاذ كانت أقل من الاحتياج القائم بنحو 32 مليون دولار. تمكن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من أبريل من انتزاع 782 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن، وبذلك يرتفع عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها منذ بداية المشروع إلى 393804 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.